السلام عليكم أخي مختار. أنا شغلت المحرك حاليا، هسه أول ما أشغل زي ما أنت شايف بالفيديو بكون أمورها تمام كويسة، بعد 3 أو 4 دقائق أو 5 خلينا نحكي بتبلش المشكلة تبين، بصير عندي رجة قوية في الماتور هون، بنزل الضوجان تطفي السيارة. طبعا هاي داعس بنزين لأنه ما عندي حدا والله. طبعا هاي القطعة احنا عنا بحكولها السيمي، بحكولها عنا بالأردن سيمي، ما بعرف عندكم شو بحكولها هنا سيمي، انه مش انجكشن يعني ولا كربوريتر، نص انجكشن. هاي السيمي انا غيرتها، طبعا هاي السيمي جبت القطعة هاي وغيرتها، فكيتها عن ماتور الماني وركبناها عند اخصائي، يعني ركب لي اياها، والمشكلة صراحة يعني ما تغيرت. هون انا مغطي على الديسبراتور عشان المي، لانه اذا دخل مي بتعرف بصير مشاكل كثير. عندنا صراحة مشكلة في القطعة هون، اذا بدنا بطانة وحل او اشي مش ملاقي الصراحة الها. هاي هيك امورها، يعني طلع الفيديو حاليا دقيقتين الا امورها تمام لما تشغل. وانا ماشي بين الغيار والتاني اللي هو ناقل الحركة، نحكي له غيار، بين الغيار والتاني الضوجان بينزل السيارة بصير بها تطفي. في ناس بيحكوا لي دفي الكمبيوتر، فانا ما بعرف معقول يعني انصنعت من دفي الكمبيوتر، يعني مش حل الصراحة. طبعا شوف اخي، عندنا شتا الدنيا، هاي من الداخل كمان طلع الضوجان اخي، يعني الضوجان بكون اولها كويس. ومركب تيرموس انا على السيارة، تيرموس حرارة مركب جديد، يعني ما خليت اشي والله يا اخي.